هو الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ سيمبوليك ريبريزنتيشن اوف ذا فانكشن او بوليونوميال فانكشن. ان بيقول لك ان احنا خدنا من شويه ان الفانكشن كانت عباره عن ايه؟ لما عملنا ارو دايجرام والكلام ده، فكنا ملاحظين ان في سيت اكس وبيطلع منها اسهم بسيت واي. قال لك طب احنا ممكن نكتب الفانكشن كده اف ونقطتين كده اكس تو واي، ويتفهم من دي ايه؟ ان ده الدومين وده الكودومين، وان في فانكشن طالعه من اكس لواي وهكذا. طيب ايه بقى سيمبوليك ريبريزنتيشن؟ ان احنا بدل ما نقعد نكتب ذا فانكشن هنقول اف اوف اكس، هنقرا دي اف اوف اكس، ويدي لك فانكشن مثلا يقول لك ايه 2 اكس ماينس 3، ويجوا يقول لك ايه احنا كنا بنعمل كده مثلا لو تفتكري ال 3 مثلا في الارو دياجرام تقوم طالعه هنا ال 6 كده. اه ده معناه ايه؟ ان انا لو جبت اف اوف 3، اف اوف 3 يعني صوره ال 3 بتطلع، استنى بنحلها الاول، اف اوف 3 يعني شيل كل اكس ونحط 3 اهو 2 تايم 3 ماينس 3، بتقوم طالعه نشيل الاكس ونحط بدالها 3، يعني اكتب 2 نشيل اكس ونحط بدالها 3 ماينس 3، هتقوم طالعه الانسر 3. ده معناه في الرسم ان لو دي سيت اكس ودي سيت واي هتلاقي ال 3 واصله بسهم من اول ال 3، يعني الايمج بتاعتها 3. طيب لو جبنا مثلا اف اوف نيجاتيف 2 فدي معناه شيل الاكس وحط نيجاتيف 2 اهو، ونحسب دي تقوم طالعه نيجاتيف 7، فاكيد لو لقيت هنا في الاكس نيجاتيف 2 هتلاقيها واصله مثلا ل 7 هنا كده في الارو دياجرام وهكذا. تمام؟ فده السيمبوليك ريبريزنتيشن، ان هو سمى الفانكشن اف اوف اكس خلاص وبيبتدي يعمل سبستيتيوشن. يعني انا لو قلت لك اف اوف مثلا سي شيل الاكس وحط سي، طب ما 2 تايمز سي ب 2 سي ماينس، طبعا دي ما ينفعش تتجمع لان ده عنده سي وده عنده سي، ما ينفعش يتجمع. دي انا حاجه مش فاهمه حاجه بس يعني لو قلنا مش فاهمه. لو قلنا دي فانكشن اف اوف اكس ايكوال اكس بيجي يقول لي هات لي ايه اف اوف 3، فايند اف اوف 3، اف اوف 3 تقوم شايله الاكس وحاطه بدالها 3 وتطلع لي الاجابه بالكالكيوتر. طب قال لك هات لي اف اوف نيجاتيف 2 شيل الاكس اهو اكتب 2 شيل الاكس وحط بدالها نيجاتيف 2 ماينس 3 وطلع لي الاجابه هتطلع نيجاتيف 7. معايا ولا مش معايا؟ يعني اف اوف حاجه يعني اعوض بالحاجه، اف اوف حاجه يعني اعوض بالحاجه بس، اعمل سبستيوشن بالحاجه دي. يعني لو قال لك اف اوف 1000 شوفي 1000 شيل الاكس وحطي 1000 وطلعي الانسر دي بالكالكوليتر تطلع بهذا الكالكوليتر. فهمتي الفكره ماشيه ازاي؟ ايوه. بس طيب فالحركه دي بتنفعني في ايه بقى؟ هيجيب لي سؤال زي كده، يعني يقول لي if f of x equal to x minus 3 then f of 3 equal 1. دي حاجه. الحاجه الثانيه قال لك ان كل فانكشن لها ديجري، لها ديجري زيرو. اللي هي بقى بيقول لك بولينوميال فانكشن. بولينوميال فانكشن يعني ايه؟ يعني الفانكشن ممكن تجري بالمنظر ده f of x equal 7. اف اوف اكس ايكوال 7 دي بيسموها كونستانت فانكشن. خدي بالك. طب ليه بيسموها كونستانت فانكشن؟ لان لما اجي اقول لك مثلا اف اوف 1 مش انا بقول لك، لما اقول لك اف اوف اكس ايكوال مثلا حاجه، لما اجي اقول لك اف اوف 1 بقول لك شيل الاكس وحط 1. طب انا اصلا ما عنديش اكس اعوض فيه اساسا، فهتبقى الانسر 7. طب لو قلت لك اف اوف نيجاتيف 3، اف اوف نيجاتيف 3 معناه ايه؟ نشيل الاكس ونحط نيجاتيف 3، هو اصلا ما فيش اكس، يبقى 7. فمن الاخر لو انا قلت لك حتى اف اوف مليون هتطلع برضه 7، فكمان بتطلع نفس الانسر فسموها كونستانت فانكشن. طب دي لما بيجوا يرسموها بتترسم ازاي؟ ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس. لو احنا خدنا فاليوز هنا مثلا زي 1 زي 2 زي 3 كل دول على الاكس، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. لو احنا قلنا مثلا اف اوف 1، اف اوف 1 ايكوال 7 يعني ايه؟ يعني شايفه ال 7 على الواي هنا كده، معناها هنطلع من ال 1 لحد 7 هنا ونحط نقطه. طب اف اوف نيجاتيف 3 طلعت برضه 7. طب اف اوف 2 هتطلع برضه 7.
طب اف اوف 3 هتطلع 7، يعني كله هيطلع قصاد ال 7. لو جينا وصلنا دول كده، قال لك هتلاقي الموضوع طلع عباره عن ايه؟ الرسمه بتاعتك طلعت عباره عن ستريت لاين بارلل تو اكس اكسس، لان كله هيبقى عند 7، ستريت لاين بارلل تو ايه؟ تو اكس اكسس. يعني لو جينا نرسم دي، ففي ناس بقى ما بيقعدش يعوض بفاليوز كده، هو عارف على طول اف اوف اكس ايكوال 7، يقوم جاي من عند ال 7 وعامل خط. يعني لو انا قلت مثلا، قال لك ارسمي لي مثلا فانكشن اف اوف اكس ايكوال نيجاتيف 3 بس، يقوم جاي من عندي نيجاتيف 3 بس بتاعته الواي، خلي بالك، وتقوم عامله خط. يبقى انت كده رسمتيها، لانه بيجي يقول لي جراف الفانكشن دي. جراف نرسمها ازاي؟ اشوف انا نيجاتيف 3، اجي من عندي نيجاتيف 3 اللي على الواي واقوم عامل كده. طب اشمعنى نيجاتيف 3 اللي على الواي؟ قال لك لان كلمه اف اوف اكس دي معناها واي اصلا. كلمه اف اوف اكس دي معناها واي. يعني كاني بقول لك الواي ايكوال نيجاتيف 3. فانت تيجي من عند النيجاتيف 3 بتاعت الواي وتقوم عامله لاين بارلل تو اكس اكس. كده يبقى انت رسمتيها. سهله ولا صعبه؟ بس يعني لما اقول لك ارسمي لي اف اوف اكس ايكوال 5، تيجي من عند ال 5 وتعملي لاين بس كده اترسم. ولذلك هي طبعا ما بيجيش يقول لك في الامتحان ارسمي، لانها عبيطه جدا ما فيهاش حاجه. طيب في حاجه بقى اسمها ديجري اوف ذا فانكشن. ديجري يعني ايه؟ هو انت شايفه اي اكسات هنا في الفانكشن؟ مفيش اكس خالص. يوم يقول لك ان دي ايه؟ الديجري بتاعتها ايكوال زيرو، او يقول عليها زيرو ديجري. يعني معنى كده ان ساعات في فانكشنز هتبقى اعلى من زيرو، هنشوف دلوقتي. بس انا بتكلم ديت مني ما فيهاش اكسات خالص، فبقت زيرو ديجري. في نوع تاني من الفانكشن خدناها في تاني اعدادي، طبعا اكيد كل الناس ناسيها يعني. اللي هي دي. انا في اللي فاتت دي مثلا في الكونستانت كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اف اوف اكس ايكوال رقم ومفيش اكس. لا دي بقى يقول لك عليها ايه؟ اف اوف اكس مثلا ايكوال مش 2 بقى مثلا، لا 2 اكس، وممكن يجيب لك معاها عدد ماينس 3 مثلا. دي بيسموها ايه الفانكشن دي بقى؟ بيسموها ايه؟ بيسموها لينير فانكشن. طيب الديجري بتاعتها بتبقى كام؟ الديجري مرتبطه بالاكس. يعني ايه؟ هي الاكس دي تعتبر باور كام؟ الاكس دي معناها باور 1، فيسموها فيرست ديجري فانكشن. طب لو الاكس باور 2 يسموها سكند ديجري فانكشن، وهكذا. طب هل دي رسمتها بسيطه زي اللي فاتت؟ لا لا، دي عشان ارسمها لازم اختار اي ثلاث ارقام، اي 3 نمبرز يعجبوكي في الدنيا، وتعملي بيهم سبستيوشن. طب يعني اختار ايه؟ قال لك اختاري ابسط ثلاث ارقام اللي هم مين؟ نيجاتيف 1 و 0 و 1. والله انت عايز تختاري 0 و 1 و 2، عايز تختاري ان شاء الله 1000 ان شاء الله مليون، بس انا مختار اصغر ثلاث ارقام عشان الرسمه ما بتكبرش مننا قوي. احنا اتفقنا اف اوف نيجاتيف 1 يعني ايه؟ شيل الاكس وحط نيجاتيف 1. يبقى 2 اكتب بدل الاكس دي نيجاتيف 1 ماينس 3 واطلع الاكس هتطلع نيجاتيف 1. طب اف اوف 0 معناها ايه؟ شيل الاكس وحط 0. طلعها كالكليتر طلع الاجابه نيجاتيف 3. طب اف اوف 1 شيل الاكس وحط 1 ونطلع الاجابه نيجاتيف 1. وبيقوم عامل لها تيبل كده اهو. طب نفرض واحد اختار اي ثلاث ارقام غير دول، هتطلع نفس الرسمه؟ هتطلع نفس الرسمه. طب بص بقى كده، يكتب هنا اكس وهنا اف اوف اكس او واي، ويحط الثلاث ارقام اللي اختار. اول واحد كان نيجاتيف 1 في الاكسات، ما دول كلهم اكسات محطوطين في مكان الاكس 0 1. الانسرز طلعت ايه؟ طلعت نيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 1. تبتدي ارسمها ازاي؟ خدي بالك ان نيجاتيف 1 ونيجاتيف 5 دي اللي هي كانت بوينت كده، نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 5. طب ودي كانت 0 اند نيجاتيف 3، ودي كانت 1 اند نيجاتيف 1. بس هما بيكتبوها في جدول كانوا يعني كانوا شكل المساله شيك يعني. طيب تعالى بقى دلوقتي، ادي النيجاتيف 1 اهو 0 1، دول بتوع الاكس، ممكن
كملي انت الاكس براحتك كده عادي. نيجي على الواي، ادي 1 2 3 4 مثلا، يعني كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. نحاول نجيب يعني ايه، ما هو الواي هم هي الاف اوف اكس اسمها واي، يعني الاف اوف اكس دي اللي عايزه تكتبي بدالها واي صح بقى لحد نيجاتيف 5 مثلا. هنعمل بلوت للبوينت دي ازاي؟ هنحددها ازاي؟ زي ما اتعلمنا زمان واحنا صغيرين. نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 5، نمسك نيجاتيف 1 على الاكس وننزل منها لحد نيجاتيف 5، هنعمل بلوت. 0 مع نيجاتيف 3، نمسك 0 على الاكس وننزل منها لحد نيجاتيف 3. 1 مع نيجاتيف 1، 1 وننزل منه لحد نيجاتيف 1. تقريبا يعني. نوصل البوينتس الثلاثة دول كده، طلعت الرسمة إيه؟ طلعت ستريت لاين. عشان كده سموها لينير فانكشن، ما بتطلع ستريت لاين. طيب هم لاحظوا حاجه بقى، ان لما بيكون النمبر اللي قبل اكس ده جاي بوزيتيف، يعني مثلا هي جايه لك اف اوف اكس ايكوال 2 اكس ماينس 3، تلاقي الرسمه طالعه عامله كده ويتقال عليها انكريزنج. انكريزنج يعني ايه؟ يعني بتزيد، هي طالعه كده بتزيد في زياده. لقوا ان الرقم اللي قبل اكس ده لو كان نيجاتيف، يعني مثلا هي لو كانت نيجاتيف 2 اكس ماينس 3، تلاقي الرسمة طالعة عاملة كده. يعني الرسمة بعد ما ترسميها، لو أنت عوضت دي بعد ما ترسميها تلاقيها طالعة مبيلة عادي كده ناحية الشمال، وبتبقى ديكريزنج. ساعات بيسألني في الأسئلة دي، يعني ساعات يقول لي إيه؟ هو الجراف أوف ذا فانكشن دي إز إنكريزنج ولا ديكريزنج؟ كده. تمام؟ طيب سهل سهل يا رومانسية ولا صعب؟ مش عارفة يا مش قوي. ها؟ مش قوي. طب انت فهمتي موضوع ال، خدي بالك ان ده هناخده تاني في الدرس اللي جاي كمان. انت خدتي بالك انا رسمت دي ازاي؟ هو جاب لي دي وعايز نرسمها. فانا برسمها ازاي؟ طب هو الارقام دي بنجيبها من فين؟ اللي هي النيجاتيف انت من دماغك. انت بتجيبها من دماغك. ازاي؟ اي ثلاث ارقام. اي ثلاث ارقام تختاري. اخمن مع نفسي يعني؟ اي ثلاث ارقام تختاري. تمام؟ نيجاتيف 1 0 1 مثلا. 0 1 2 3 4 10 اي حاجه. بس انت كل ما تختاري ارقام صغيره الرسمه مش هتكبر منك قوي، يعني اصل كده كده ده ستريت لاين. الستريت لاين في اي ثلاث ارقام، يعني انت لو اخترت ثلاث ارقام ثانيه هيطلع لك بوينت هنا وبوينت هنا مثلا وبوينت هنا. انت معايا ولا مش معايا؟ اه. طيب فكده فهمنا حاجه بقى، هو في طبعا لسه السكند ديجري فانكشن، بس دي في الدرس اللي جاي. بس الفكره اللي عايز يقول لك بقى في الدرس ده، هي دي طبعا خدتها في تاني اعدادي برضو، الفكره انه هيركز لي في الدرس ده على انه هيسالني في ايه بقى؟ هيسالني في حته لما قلت لك اف اوف نيجاتيف 1 تشيل الاكس وتحط نيجاتيف 1. هيركز لي على حته ايه تاني؟ انه ممكن يجيب لي فانكشن زي دي كده. مثلا ويبتدي يسالني ايه؟ يقول لي مثلا الفانكشن دي اسمها ايه؟ ويسالني يقول لي الديجري بتاعتها ايه؟ طب احنا قلنا الفانكشن الاولى دي اسمها ايه؟ اسمها كونستانت فانكشن. ده اسمها. طب الديجري بتاعتها ايه؟ لو سالني على الديجري اقول له الديجري بتاعتها ايه؟ قلنا ما فيهاش اكس خالص اهي، يبقى الديجري ايه؟ 3. الو؟ 3. لا الديجري زيرو، ما هو مفيش اكس اصلا. طالما مفيش اكس، اصل هو الديجري هي الباور بتاعت الاكس. هنا مفيش اصلا اكس، يبقى الديجري زيرو. اللي بعدها دي بيسموها ايه؟ بيسموها لينير فانكشن. طب الديجري بتاعتها ايه؟ الباور بتاعت الاكس. مش الباور بتاعت الاكس هنا 1، يبقى هي فيرست ديجري او ديجري 1. طب اللي بعدها دي اسمها كوادراتيك، بس ممكن اقول عليها اسم تاني سكند ديجري فانكشن. طيب الديجري بتاعتها ايه؟ تقدري تقولي الديجري بتاعتها ايه؟ 2. اه يبقى بيسموها سكند ديجري. حتى في اسمها بيقولوا عليها كده، يقول لك سكند ديجري فانكشن.
طيب طب دي مثلا الديجري بتاعتها ايه؟ 3 3، فيسموها ثيرد ديجري. هو بقى بيجي لك السؤال يقول لك ايه؟ هي الفانكشن دي فروم ايه؟ ثيرد ديجري ولا فيرست ديجري ولا سكند ديجري؟ طيب وفي نفس الوقت بيسموها ثيرد ديجري فانكشن. هنشوف دلوقتي في الاسئله. طب ساعات بيجي لي فانكشن شكلها غريب كده، يقول لي مثلا اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس 2 تايمز مثلا اكس بلس 3، بيقول لي الديجري بتاعت دي ايه؟ خد بالك احنا ملاحظين وان حاجه، لا الاكس هنا باور 1 والاكس هنا باور ايه؟ 1، وان ودول باي معمولين تايمز بعض. مش احنا عارفين ان في التايمز بنعمل اد للباورز، نعملهم بلس، صح ولا لا؟ مش احنا في التايمز عارفين بنعمل بلس للباورز، فهنا الباور 1 وهنا الباور 1، يبقى الفانكشن دي الديجري بتاعتها دي سكند ديجري. ده بيبقى سؤال تريكي برضه. طب ساعات يعمل لي كده اهو، يقول لي طب اف اوف اكس ايكوال هنا اكس مثلا بلس 4 وهنا اكس ماينس مثلا اي حاجه 2 قول تو ذا باور 3، ويسالني طب الديجري هنا كام؟ بص هصعبها لك شويه، خلي لك هنا دي باور 2، ويسالك الديجري بتاع الفانكشن دي هتبقى كام؟ انت تقولي له بسيطه، هي هنا الاكس دي باور 1 يعني هنا ده 1. طب هنا انا عندي باور جوه وباور بره، صح؟ في 2 في 3 بره، تيجي اعملهم تايمز بعض، تايمز بعض 2 تايم 3 مش ايكوال 6؟ معايا يا مساء؟ في الاخر تيجي اعملهم بلس بعض 1 بلس 6 كام؟ 7، يبقى دي 7 سنتيجرام. سهلة ولا صعبة؟ ألو؟ كويس. يبقى لو سألني على الديجري بشوف لو جاية تايمز ايوه كده، لو جاية تايمز بجمع الباورز، بجمع الباور. طب الباور هنا 1، الباور هنا جبتها ازاي؟ عملت 2 تايم 3 ب 6. اوكي؟ في الآخر نجمع ال 1 مع ال 6 يطلع كام؟ يطلع 7. ده بالنسبة لدي. طيب نشوف بقى أسئلة من المعاصر. استاذنك بس صوري الثلاث صفحات دول بتاع الكتاب، لان الكتاب اللي عندي قديم، بس عشان ما يكونوش شالوا اسئله وحطوا اسئله، يعني في اسئله بتضاف واسئله بتشال، لان المعاصر متجدد دايما يعني بيجدد في الاسئله. فصوري بس الثلاث صفحات بتوع الدرس وبعتهم لي هنا دلوقتي. احنا شغالين، احنا اتفقنا ان اف ايه، حاجه بس معلومه قبل ما نحل في الاكسرسايز، ان احنا اتفقنا اف باكس مثلا اكس باور 2 ماينس 5 اكس اللي انا كنت لسه كاتبهم من شويه، دول كلهم بيسموهم بولينوميال فانكشن، بولينوميال فانكشن. طب امتى ما تبقاش بولينوميال بقى؟ لو جات لك مثلا كده فيها روت مثلا، يعني قال لك روت اكس مثلا بلس 5 اكس، لا دي نوت بولينوميال، نوت بولينوميال فانكشن. طب جالك فيها بقى مثلا اكس باور نيجاتيف 2، جات لك كده مثلا، يعني جالك فيها باور نيجاتيف مثلا، لا دي نوت بولينوميال برضه. طب جالك فيها كيوبيك روت، يعني من الاخر لو ظهر فيها روت او ظهر فيها باور نيجاتيف، جالك فيها حاجه اوفر اكس، يعني جات لك كده مثلا 3 اوفر اكس بلس 5 مثلا، برضه نوت بولينوميال. يعني من الاخر لو جالي فيها الاكس في الدينومينيتور، او جالي الاكس على باور نيجاتيف، او جالي الاكس على روت سواء كيوبيك روت او سكوير روت او كده، بتبقى نوت بولينوميال فانكشن. معايا ولا مش معايا يا رمساء؟ الو؟ معاك. عشان هو يسالني في سؤال، يسالني فيه في كده، يقول لي مين في دول اللي بولينوميال ومين اللي مش بولينوميال. طيب الحاجه الثانيه، انا قلت لك برضه معلومه صغيره كده، قلت لك ان دي بيرمزوا لها باف فروم اكس تو واي. احنا عارفين ان ده اسمه دومين، الاكس اسمها دومين، الواي كو دومين. طب الرينج عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا الرينج ده بناخد شويه اليمنتس من الواي اللي هم دخلهم اسهم في الدرس اللي فات لو تفتكر. الرينج بيبقى الناس اللي دخلهم اسهم، صح ولا لا؟ الرينج لو تفتكر لما كنت اقول لك فايند ذا رينج، ايوه اللي دخل له اسهم هم دول الرينج. يبقى نفهم كده ايه؟ ان الرينج بيبقى سبست من مين؟ جزء من الاكس ولا من الواي؟ الواي
يتاخد من الواي. طيب في نفس الوقت الرينج ده مش احنا كنا ساعات بنقول عليه ايمج، كنا بنقول بدل ما نقول ايه because each element in x has one arrow to y كنا بنقول has an image in y. فيقوم يقول لك على الرينج ده هو مجموعه من الايمجز، يعني ممكن يتقال عليه برضو ايه set of images. عشان بيجي يسالني في الاسئله دي يقول لي الرينج the set of images قلنا له اسمها الرينج. The range is subset of نقط له من واي كده يعني. نبتدي بقى نشوف ايه، صور بس دي كده ونبتدي نشوف الاسئله بتاعه المعاصر كده نمشيها اللي مقرر، بس ايه هقول لك علمي جنبه ان هو يعني لو خدنا ايه اول حاجه نبدا في التشوز بقى كده اوله. اول سؤال بيقول لك ايه، بيقول لي the set of images لسه بقول لك اهو of elements of domain of a function set of images ايه؟ يبقى الانسر هتبقى ايه؟ اول سؤال خالص بيقول لك رينج رينج، برافو عليك. طيب طب السؤال اللي بعده اللي ايه؟ ده اول واحده طلعت رينج. ماشي رينج. طب اللي بعده بيقول لي ايه؟ The function f from x to y then the range is subset of y. طب اللي بعدين which of the following functions is polynomial؟ مين في دول اللي polynomial؟ بص لهم كده كويس. polynomial دي اللي هي كانت ايه؟ البولينوميال اللي هي الفانكشن العاديه خالص اللي فيها اكس بار 3 اكس بار 2 الكلام ده. اللي مش بولينوميال اللي تلاقي فيها حاجه يا تلاقي فيها باور نيجاتيف يا تلاقي فيها روت يا تلاقي فيها حاجه اوفر اكس، دي كده نوت بولينوميال. نمبر دي هو بيقول لك مين فيهم مين فيهم اللي لا ده بيقول لك كلهم بولينوميال ما عدا في واحده منهم مش بولينوميال. خدي بالك مش تلاقي اكس اوفر نمبر، لا نمبر اوفر اكس، يعني تلاقي الاكس جاي في الدينومينيتور. هو بيقول لك كلهم عايز بولينوميال ولا هو عايز اللي مش بولينوميال؟ هو بيقول لك كلهم. اقرا السؤال كويس. بيقول لك which all of the following functions is polynomial except، يعني في واحده مش نافعه بولينوميال، مين هي؟ لحظة هو انت نسيت السؤال قبل عشان كده ايوه ما خدناش نمبر 3 نمبر سي فعلا اللي مش نافع لان هم كلهم جايين مظبوطين. واحده بيقول لي 2 اكس ماينس 5 دي بولينوميال عادي، واحده بيقول لي ما فيهاش حاجه من دول ايوه أصلاً. انت بس نطيت سؤال 3 بولينوميال. نمبر دي برضو جاي لي اكس اوفر 2، انا ما قلتلكش 2 اوفر اكس ولا 3 اوفر اكس، الاكس جايه فوق عادي بولينوميال. لكن نمبر سي هي اللي مش نافعه ليه؟ لان هو جايب لي فيها 1 اوفر اكس، جايب لي كده اكس واكس بلس 1 اوفر اكس، يبقى نوت بولينوميال نوت بولينوميال. بيقول لي all of the following functions are polynomial except. السؤال اللي بعده برضو ما دي احنا عملناه ده برضو اللي بعده برضو احنا هنلاقي نمبر 4 قبل 3. ماشي خلي 4 هوم ورك بقى. طيب خش على نمبر 5 the function f of x equal x power 4 minus 2 x power 3 plus 7 بيقول لك is of نقط ديجري. ها هتبقى من ديجري كام دي؟ سؤال نمبر 5 4th degree لان اصلا اعلى حاجه في اكس بار 4. طيب تعالي اللي بعديها the function دي بقى اللي كنت بقول لك عليها لو تفتكري اكس وجايب لي براكت بصي واكس ماينس 2 اكس بار 2 ويقول لي الديجري بتاعتها كام. بصي يا مثلا انا اخد بالي من حاجه، هنا دي 1 وهنا دي 1، انا ممكن اعمل لها اكسبانشن ولا عادي بقى، يعني ادخل الاكس تايمز ده وتايمز ده. بصي الاكس تايمز اكس هتديني اكس بار 2 انا بجمع الباور. طب انا لو دخلت الاكس تايمز ده هتديني ايه؟ هتديني نيجاتيف 2 اكس باور 3. مش احنا عارفين ان احنا بنجمع الباورز لما بعمل تايمز صح؟ يبقى دي هتبقى ايه؟ هتبقى الديجري بتاعتها كده ايه؟ انا فكيت اهو 2 دخلت الاكس تايمز ده وتايمز ده فانا طلع اكس سكند
سكند ليه؟ ما دي سكند ودي ثيرد، احنا بناخد على اعلى حاجه أو هناك. ثيرد. يعني هو بيلخبطك، دي اللي جايه الاول ودي اللي جايه بعدها، لان ماليش دعوه، انا اللي بالاعلى اللي جايه تبقى ثيرد. يعني مش بناخد باول حاجه جايه في المساله، لا باعلى حاجه في المساله. معلش معايا؟ شوف اللي بعدها بقى، اللي بعدها تريكي قوي، اللي بعدها دي بيجيبوها كتير جدا 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 في الامتحانات. بصي ركزي فيها شويه كده. لو انا عملت اكسبانشن بس ادي الاكس بار 2، مش النيجاتيف دي بتخش تايمز ده تايمز ده ولا لا؟ هاي هتديكي نيجاتيف اكس بار 2 بلس 3 اكس. طب مش اكس بار 2 هتشيل نيجاتيف اكس بار 2، صح ولا لا؟ يبقى الفانكشن انتهت على ايه؟ على 3 اكس. يبقى كده بقت الديجري بتاعتها ايه؟ 1. اللي هي فيكس. شفت بقى التريكه اللي في السؤال؟ خدت بالك منه وانا بسأل السؤال ده؟ اي يبقى انا عامل اكسبانشن. اي طيب ماشي، الصفحه اللي بعدها فين؟ اهي. طب تعالى نبص على اللي بعدها كده، يقول لي ده فانكشن مش عارف ايه. لا دي يا سيدي اكس باور 2 هنا، اكس ماينس 3 قلت ذا باور 2. طب انا لازم افكها، دي عامله زي اللي انا اديتها لك وانا بشرح. يقول لي هنا اكس باور 2 وهنا اكس ماينس 3 قلت ذا باور 2. احنا اتفقنا اصلا ان انا لما يكون عندي باور جوه وباور بره بيتعملوا تايمز بعض، يعني 1 تايمز 2 ايكوال 2، يبقى الاكس دي باور 1. طب وهنا في ديجري 2، بنجمع الديجري بقى، انا في التايمز ما دول كانهم تايمز بعض، دي الديجري بتاعتها 2 والبراكت ده الديجري بتاعته 2. جت منين؟ عملنا الباور اللي جوه تايمز اللي بره، في الاخر في التايمز مش احنا بنجمع الباورز، يبقى 2 بلس 2 كام؟ 4، يبقى دي 4 ديجري. فاهمها ولا صعبه؟ طيب دي اللي هي المساله نمبر 8. اخش على نمبر 9 كده. لو فانكشن اللي قدامنا دي طبعا دي باينه الديجري بتاعتها هتبقى ايه؟ دي نمبر 10، فور نمبر 9، نمبر 9 فور ليه 4 ليه؟ مش احنا قلنا انا عندي براكت نعمل الباور اللي جوه تايمز اللي بره. هو جايب لك براكت كده اكس ماينس 5 وهنا باور 3. الباور هنا كام على الاكس؟ مش 1؟ اعملي 1 تايم 3 يبقى الديجري كام؟ 3. لكن لو لقينا حاجه ثانيه بره البراكت زي كده زي 2 بنقوم جامعينها على الاجابه 2 بلس 2 بره، يبقى ده ثيرد ديجري. فاهمها ولا صعبه؟ ايوه. طيب شايف السؤال اللي بعده اللي هو بيقول لك ايه؟ السؤال اللي بعده اللي بيقول لك اف اوف اكس ايكوال بص على السؤال اللي بعده بيقول لك اف اوف اكس ايكوال، ده اللي كنت بقول لك عليه اكس باور 2 ماينس في اكس بلس 3. ها طالب منك بيقول لك ايه بقى يا ستي؟ بصي ذن اف اوف نيجاتيف 2 ايكوال 1. قلنا اف اوف حاجه يعني ايه؟ شيل الاكس، حتى باين اهي، بصي هو شال الاكس وحط نيجاتيف 2 صح؟ شال الاكس وحط نيجاتيف 2، يبقى نشيل كل اكس ونكتب نيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2 باور 2 ماينس شيل اكس ونكتب نيجاتيف 2 بلس 3. في مشكله في كده؟ لا. يبقى اف اوف حاجه هي باينه حتى اهي، انت شلت الاكس وحطيت نيجاتيف 2، يبقى تشيل اكس دي وتكتب نيجاتيف 2، هتشيل الاكس دي نيجاتيف 2 وادي 3، هتحسبي كل ده على الكمبيوتر. نيجاتيف 2 باور 2 ماينس نيجاتيف 2 هتطلع كام؟ هتطلع 4 و4 8 و3 هتطلع 11. يبقى اف اوف نيجاتيف 2 ايكوال 11. سهله يا مساء ولا صعبه؟ لا بس لا هو مش مكتوب 11 في الاختيارات. مش مكتوب 11 يبقى انا حسبتها غلط. لا ثانيه واحده، دي 4 بلس 2 6 بلس 3 9. مش عشان حسبتها بدماغي، دي 9؟ في 9 اي بس خلاص ماشي. طيب 9 اللي هو الاوبشن الاخير. طب شوف اللي بعدها كده نمبر 11 اكس بيرعبني يعني بالروت والكلام ده عادي. طب ما انا الروت هجيبها على الكالكوليتر يعني مفيش قصه. اكس بار 2 ماينس روت 2 اكس، هو عايز اف اوف ايه؟ اف اوف روت 2. انت شلت الاكس وحطيت روت 2، يبقى هنشيل كل اكس ونحط روت 2.
ولما بحط الاكس بعوض عنها، بعوض عنها في براكت، خدي بالك اوعي تعوض عنها، اوعي تكتبي كده روت 2 باور 2 كده، تعويضات تكتبيها في براكت، يعني شيل اكس وحط ده. بص يا بص يا رمزان، مش الاكس هي في براكت وتحط روت 2 في براكت بالظبط، الاكس دي هتشال تحط الدولار روت 2 في براكت، ماينس روت 2 اللي هي موجوده اوريدي، والاكس دي تحط الدولار روت 2 في براكت. في مشكله كده؟ لا بس يعني انت من الاخر زي ما تشيلي الاكس دي وتحطي الدولار روت 2 في براكت، شيلي لي الاكس وحطي روت 2 في براكت، وشيلي الاكس وحطي روت 2 في براكت، نطلع دي على الكالكوليتور يا ستي، هتطلع زيرو، هتطلع زيرو. طيب شوفي اللي بعدها كده، السؤال اللي بعدها بيقول لي ايه؟ اف از ا فانكشن فروم زد تو زد. عارفه معنى فانكشن فروم زد تو زد يعني ايه؟ يعني لا ان يعني يعني فاكره الارو دياجرام؟ مش دي كانت بتبقى اكس ودي كانت بتبقى واي؟ هو عايز يقول لك ان بتوع الاكس دول جايين من زد، يعني ما ينفعش يكون فيهم فراكشن مثلا. زد دي اللي هي الانتجرز، يعني نيجاتيف 1 2 3، لكن ما ينفعش الاقي مثلا 3 اوفر 4، ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك في الانسرز اللي هنا بتاعت الواي اللي هي الكودومين، الاقي الاجابات هي مثلا 5 نيجاتيف 3 8، ما الاقيش مثلا 8.5 مثلا. ادي معنى ان دي زد ودي زد، يعني ما تلاقيش في الانسرز بتاعتك ديسيمالز خالص ولا فراكشن. يعني بيقول لك ايه؟ if the function f from z to z then، يعني سيبك من زد تو زد دي مالهاش لازمه. وانا ملاحظ حاجه بيقول لي ايه؟ بص بقى في المساله دي، انا بس بفهمك المعلومه دي، بس هو بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اكس بار كي. بص طالب مني ايه بقى؟ بيقول لي هات لي اف اوف 2 بلس اف اوف نيجاتيف 2. طب ما احنا نجيب كل واحده لوحدها وبعدين نجمعها، يعني نجيب اف اوف 2 لوحدها ونجيب اف اوف نيجاتيف 2 لوحدها وبعدين نعملهم بلس. اف اوف 2 يعني شيل الاكس وحط 2 هتطلع الانسر 4. معلش معايا؟ طب اف اوف نيجاتيف 2 شيل الاكس وحط نيجاتيف 2 هتطلع الانسر 4. هو مش عايز دي لوحدها ولا دي لوحدها، هو عايز يجمعهم، عايز اف اوف 2 بلس اف اوف نيجاتيف 2. ماشي. طب ما دي الاجابه بتاعتها 4 ودي الاجابه بتاعتها طلعت 4، يبقى 4 بلس 4 كام؟ 8. فاهمها ولا صعبه؟ ايوه يبقى لما اقول لك اف اوف 2 شيل الاكس وحط 2 طلعت اجابتها 4. طب اف اوف نيجاتيف 2 شيل الاكس وحط نيجاتيف 2 طلعت اجابتها 4. هو عايز بقى مجموع الاجابتين دول يبقى 4 بلس 4 8. طيب اللي بعديها نمبر 13، صور لي كويس. بص على نمبر 13 كده برضو، قال لي اف من ايه؟ اف اوف اكس ايكوال كي اكس بلس اي. انت بقى تساعديني في الحل دي، هتقولي نعمل ايه؟ بص كده، هو بيقول لي اف اوف اكس نمبر 15، بيقول لي اف اوف اكس ايكوال كي اكس بلس 8. ماشي. بص بقى بيقول لك اف اوف 2 ايكوال 0. سريع، ايه معنى معلومه اف اوف 2 ايكوال 0؟ يعني معناها بيقول لي هات لي اف اوف 2 وبعدين ساوي الانسر بزيرو. يعني ايه؟ يعني المعلومه دي منقسمه جزئين، هات لي اف اوف 2 الاول. طب هو معنى اف اوف 2 يعني ايه؟ شيل الاكس وحط 2، صح ولا لا؟ مش كي اشيل الاكس، يعني كي دي هكتبها كي زي ما هي، الاكس هكتب بدالها 2 بلس 8. طب مش دي معناها كي تايمز 2 ب 2 كي؟ كي تايمز 2 ب 2 كي بلس 8. اوعي بقى تقومي قايله لي 2 كي بلس 8 يدينا 10 كي. غلط غلط. ازاي؟ ده عنده كي وده ما عندوش كي، ما ينفعش تجمعه، يعني هتفضل 2 كي بلس 8. طيب اعمل ايه بعد كده في الحل اللي هيطلع؟ بص قال لك هاتي لي الحل بتاع اف اوف 2 وبعد ما تطلعيه خدي الحل ده خليه ايكوال 0. يعني الحل اللي طلع ده اهو خليناه ايكوال ايه؟ 0. تاني يبقى المعلومه دي بتنقسم لجزئين، ان انت هتجيبي اف اوف 2 الاول تشيلي كل اكس وتحطي 2،
وبعد ما تظبطيها وتعملي كي تايمز 2 كي بلس 8 والكلام ده، خدي الاجابه اللي تطلع دي سواها بزيرو. طب ليه اسواها بزيرو؟ عشان اعرف اطلع الكي. ودي الايه الناحيه الثانيه، الكوشن عليها ايه؟ يبقى 2 كي ايكوال نيجاتيف 8. ال 2 دي معموله تايمز الكي، يبقى هوديها بالديفايدد. الكوشن عليها هي يا رمساء، يبقى الكي ايكوال نيجاتيف 8 ديفايدد 2 هتديني نيجاتيف 8. سهله ولا اقولها تاني؟ كويسة ها؟ سهلة أيوة. طيب خدي بالك عشان المسألة اللي بعدها هيبتدي يزود لي بقى إيه؟ يعني هنا هو خلاني أجيب إف أوف 2 اللي يطلع سواه بزيرو. بص بقى اللي بعدها عامل لي حوار كبير قوي، هيخليني أجيب كذا حاجة وبعدين أساويهم بحاجة في الآخر. أنا عادي أمشي مع المسألة ستيب باي ستيب. ركزي في اللي بعدها دي عشان جت في امتحانات كتير قوي قبل كده. بصي يا نمبر 15، ودي برضه بتيجي. هو المعاصر بسرعه بيجيب اسئله جميله كلها من امتحانات. بص كده بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس 5، ومديني معلومه جنب المساله يظهر ان هي شكلها صغير كده بس هي معلومه خطيره. اف اوف اي ايكوال 3. عارفه المعلومه اللي انت شايفها بسيطه دي فيها ثلاث حاجات. اول حاجه هجيب اف اوف اي، اف اوف اي معناها شيل الاكس وحط ايه اهو، معايا ولا مش معايا؟ معاك. وبعدين في هاف قبلها، يعني بيقول لي بعد ما تطلع اجابه اف اوف اي يبقى خدها اعملها تايمز اهو. هي دي الإجابة بتاعت اف و بي، ما تسيبهاش، خدها اعملها تايمز هاف. حاضر، امشي مع واحدة واحدة. الهاف هتخش تايمز ده وتايمز ده. هاف تايمز ايه بهاف بي. هاف تايمز 5 هتديني 5 اوفر 2. خلصنا يا عم كده؟ قال لك لا. بعد ما تطلع الانسر قوم واخدها بسبب 3. الانسر اللي تطلع خدها خليها ايكوال 3. شفت المسألة فيها كام ستيب؟ يعني عاوزني أجيب اف اوف ايه؟ جبتها. بعد ما تجيب الأنسر اللي هي دي اعملها تايمز هاف، عملتها. بعد ما تعملها تايمز هاف سواها ب3. يعني خد اللي يطلع سواه ب3. طب كده أقدر أحلها بقى عادي. سيبني بقى أهلها وأدي دي الناحية التانية، يبقى هاف ايه ايكوال 3 بلس 5 اوفر 2. طيب يبقى هاف ايه ايكوال، هجمع دي، دي هتطلع لي كام يا ستي؟ هتطلع 11 اوفر 2. طب مش الهاف ده معمول تايمز الايه اصلا؟ انا ممكن انقله بالديفايدد اهو. يبقى الايه ايكوال 11 اوفر 2 ديفايدد هاف، هتطلع الانسر ايه؟ 11. شفت يا رمساء المساله عامله ازاي؟ خدتي بالك من الستبس بتاعتها؟ طب انا مشيتها ازاي؟ ايوه يعني جبتها حته حته، جبت اف اوف ايه؟ عم تطلع ايه ماينس 5؟ اللي طلع اللي هو ايه ماينس 5 خده اعمله تايمز اهو، عملت قام طالع لي كده. طب اللي طلع نعمل فيه ايه؟ قال لي خده وساويه ب3 اهو. هو قال لي بعد ما تطلع الليله دي كلها سواها ب3 هتعرف تطلع الاجابه، لان بقت ايكويشن وهتنقل وتجيب الاجابه. انت معايا ولا مش معايا؟ معاك. طب عشان المساله دي بتيجي كتير وهجيبها لك في الكويزز اللي انا بجيبها كل حصه. طيب خدي بالك، تعالي نشوف بعد كده بيقول لي ايه. برضو تاني نفس القصه، نمبر 15. ماشي. طب نمبر 15 بقى انا عايزك تقولي نعمل فيها ايه. بص كده نمبر 15 مديني الفانكشن بيقول لي ايه، سيبك من اف من ار لار والكلام ده، اف اوف اكس ايكوال اكس باور كي ماينس 2 بعدين بلس 3. ماشي، بيديني معلومه صغننه جنبها كده، اف اوف 2 ايكوال 11. تعرفي تقولي لي معنى المعلومه الصغيره دي ايه؟ اف اوف 2 ايكوال 11 معناها ايه؟ بالبلدي كده هنجيب ايه ونعمل ايه؟ هنجيب التو ديت ونحطها بدل الاكس. مظبوط، وبعد ما نطلع اجابه نعمل في الاجابه ايه؟ ناخدها نساويها ب 11.
فاهماني؟ برافو عليك. يبقى انا هجيب اف اوف 2 الاول. اف اوف 2 يعني شيل الاكس، شيل الاكس مش الكي، وحط 2، يعني ال 2 اكس دي هتبقى 2 باور كي ماينس 2 بلس 3. كده انا خلصت له الحته دي. بيقول لي اف اوف 2 كان 11، يعني بعد ما تطلع الانسر دي خدها سواب 11. حاضر اهو الانسر اللي طلعت هتاخدها سواب 11. طب كده سهل احلها؟ اه سهل جدا. هتودي 3 الناحيه الثانيه، يبقى 2 باور كي ماينس 2 ايكوال 11 ماينس 3. على طول بقى 11 ماينس 3 ب 8. اه طب هنعمل ايه بقى في الباور دي بقى؟ خد بالك بقى دي حته من اولى اعدادي. احنا قلنا ثالثه اعدادي بقى، تسالني في السنين اللي فاتت مش عايز اسمع بقى ايه؟ بسيطه جدا. مش دي 2 باور كي ماينس 2؟ احاول احول ال 8 دي ل 2 باور حاجه. هي ال 8 دي ينفع اعملها ادي 2 باور كي ماينس 2؟ ينفع ال 8 دي اعملها 2 باور حاجه؟ 2 باور كام يديكي 8؟ ممكن اقعد اجربها على الكالكوليتر. 2 باور طبعا 2 باور 1 ب 2، 2 باور 2 ب 4، 2 باور 3 هي اللي ب 8. لو مش عارفها اقعد اجرب على الكالكوليتر. ما جاتش اجرب 2 باور 4، اجرب 2 باور 6. ليه انا عملت كده؟ عشان اقول له في عندنا رول بتقول ده اسمه بيز وده باور، وده اسمه بيز وده باور. في رول بتقول لو البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور. يعني ايه؟ يعني من الاخر طالما ده بقى 2، انا كان ده 2 وده كان 8، ما ينفعش اعمل معاهم حاجه. لكن طالما ده بقى 2 وده 2، انا ممكن اشطبهم كده واقول يبقى كي ماينس 2 ايكوال 3. سهله ولا صعبه؟ اي طب انا كده ممكن اودي 2 الناحيه الثانيه، يبقى كي ايكوال 3 بلس 2، يبقى كي ايكوال 5. المساله ربطت اولى اعدادي كي 1 بالرمه. السؤال اللي بعده بيقول لي اف اوف اكس ايكوال ام اكس بلس 2. بص بيقول لي ايه؟ اف نيجاتيف 1 و 0 ذا سيت اوف فانكشن بيلونجز تو ذا فانكشن اف. بص السؤال الخبيث ده. هو مديني فانكشن اسمها ايه؟ بصي نمبر 15. لا انا هسيب 15 سنة، هسيب 16 واخد 17. سيب 16 اهو عشان هي شكلها، اخد 17 عشان اقوى، اخد 17 لا هاخد 18 عشان 18 اقوى منهم الاثنين، فهسيب 16 و17 هم. احنا انا بس القويه انا حل كل الاسئله، حل كل الاسئله ديت. اه بس انا باخد الافكار بس، خليك بس معايا. انا سبت لك 16 و17 في الهوم، هاخد 18 عشان 18 نفس الفكره بس على اقوى. بص هو بيقول لي a و a belongs to the function. هو ايه معنى الكلمه دي؟ مش ده اكس وده واي؟ احنا قلنا اي اوردر بير بيبقى ده اسمه اكس وده واي، صح ولا لا؟ الو ايوه. عارفه معنى الجمله دي ايه؟ a and a belongs to the set of function والكلام ده؟ يعني عايز يقول لي عوض عن الاكس بايه والواي بايه. السؤال اللي قبليه جايب لي هنا 3 وهنا واي، عايز يقول لي عوض عن الواي بواي وعن الاكس ب 3. السؤال اللي قبله اللي انا مديه لك هومورك نيجاتيف 1 و 0، عايز يقول لي عوض عن الاكس ب 0، الاكس بنيجاتيف 1 والواي ب 0. معوض فين يا سيدي؟ قال لي الفانكشن بتاعتك ايه؟ اف اكس ايكوال 2 اكس بلس 3. طب هسال سؤال، انت بتقول لي عوض عن الاكس وعن الواي بايه؟ طب الاكس عرفناه، خدي بالك. طب فين الواي بقى؟ خدي بالك تاني، انا عايز اعرف في دي في المعلومه دي عن الاكس بايه وعن الواي في ايه؟ ادي الاكس، فين الواي اللي فيها اصلا؟ اللي جاي على ورقتي. ها مش احنا قلنا ان كلمه اف اوف اكس دي معناها واي اصلا؟ يعني انا ممكن اكتب الايكويشن دي كده صح؟
ممكن اكتب بدل كلمه اف اوف اكس اصلا عندي في حاجه ان اف اوف اكس ايكوال 1، دي تاخدها زي رول كده يعني، ممكن تشيل اف اوف اكس وتكتب بدالها 1. وساعات بيسموا الفانكشن جي اوف اكس، ار اوف اكس، اتش اوف اكس، اي حاجه من دي ممكن تسميها واي عادي جدا وانت مطمئن. يعني انا من الاخر كلمه بيديك الايكويشن دي بيقول لك عوضينا عن الاكس بايه وعن الواي بايه. طب نعوض كده، شيل الواي وحط ايه، شيل الاكس وحط ايه، عايزين نحل الايكويشن دي. ادي ايه ايكوال 2 تايمز ايه 2 ايه بلس 3. طب ما نجيب الايهات مع بعض، يبقى ايه ماينس 2 ايه ايكوال 3. طب هنا كان في 1، 1 ماينس 2 نيجاتيف 1، ايه ايكوال 3. طب ودي النيجاتيف 1 بالديفايدد، يبقى الايه ايكوال 3 ديفايد نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 3. فهمتيها يا رميساء ولا صعب؟ تمام؟ معلش انا عارف ان انت دلوقتي معايا. هو طبعا خلي بالك كل ما ندخل في المنهج المنهج هيبقى اقوى شويه، معلش. لان احنا قلنا يا جماعه ان ثالثه اعدادي لا تعتبر تبع اعدادي، ما زلت بقولها. ثالثه اعدادي في دول كتير بتعتبرها تبع ثانوي بيسموها هاي سكول. فثالثه اعدادي منهجها قوي. غير ثانيه اعدادي واولى اعدادي وتسيب الاعدادي. منهجها فيها مش قوي يعني صعب يعني، في افكار كتير. تمام؟ لو احنا كده نحل تاني. طيب معلش دي المسائل فيا، انا عارف لانها كتير انا عارف يعني فيها ايه. طيب هقول لك على حاجه، انت بقى معلش سيبي التشوز ده نحله مع بعض عشان في ايه حاجات تريكات كتير. ثانية واحدة. اوكي هقول لك حاجة بس. ممكن تحلي لي انت طيب كويشن في البيت؟ هنقي لك بس حاجة سهلة، نحل 2 و 3 و 4. 2 و 3 و 4 مش في اللي تشوز، اللي هو كويشن 2 كويشن 3 كويشن 4. ايه رأيك؟ في الو؟ البيت يعني ولا في ايه؟ نعم؟ في البيت ولا في ايه؟ في البيت. كويشن 2 و 3 و 4، ايه رأيك؟ ماشي. مش طب ما انا بتكلم على دلوقتي، ها؟ انا في ايه دلوقتي يعني؟ مش انت بتقولي مش عايزة تحلي تاني؟ الو ايوه مش فاهم انت عايزه